متابعي الأمالي، أسعد الله صباحكم. ما رأيكم أن نجمع بعض الحطب في هذا الصباح البارد؟ هذا الشجر ربما يكون تحته بعض الحطب، أنتم الآن تحتطبون يا متابعي الأمالي. تقول احتطب الرجل يحتطب وحطب يحطب، فهو حاطب، وذلك إذا خرج ليجمع الحطب. وكذلك تقول حطبني فلان، وذلك إذا جمع لك بعض الحطب. ومن ذلك قول الشماخ خب جروز، وإذا جاع بك لا حطب القوم ولا القوم سقى. من أمثال العرب الطريفة قولهم المكثار كحاطب ليل. المكثار هو الرجل كثير الكلام، شبهوه بحاطب ليل، بالذي يجمع الحطب في الليل. فالذي يجمع الحطب في الليل لا يأمن أن يجد تحت الحطب أفعى أو عقربا يكون فيها هلاكه. وكذلك الرجل كثير الكلام ربما قال كلمة يكون فيها هلاكه، فهو كحاطب ليل. ولذلك انتظرت ضوء الصباح حتى أجمع الحطب كي لا أكون كحاطب ليل. وجدت هذا الحطب، وهذا أيضا صيد ثمين من الحطب، سأتركه للمساء إن شاء الله. من طرائف العرب في كلامهم أنهم يسمون النميمة الحطب الرطبة حطبا لأنها تشعل الفتن بين الناس، ورطبا لأن اللسان ينقلها، كما قال الشاعر من البيض لم تصطب على ظهر لأمة ولم تمشي بين الحي بالحطب الرطب. ولذلك تقول العرب حطب فلان بفلان، وذلك إلى سعى به إلى وشى به. ومن التفسيرات لقوله تعالى حمالة الحطب أن أم جميل كانت تحمل النميمة. وأنا أحتطب مررت بأم غيلان، هل تعرفون أم غيلان؟ سأريكم أم غيلان. هذه هي أم غيلان. أم غيلان هي كنية الطلحة، هذا شجر الطلح، كما قال الشاعر يا أم غيلان لقيت الشر لقد فجعت، أمينا مغبرا يزور بيت الله في من مر. ترون هذه الأزهار الصغيرة، هذه الواحدة منها تسمى برمة، زهرة الطلح تسمى برمة. فبرمة الطلحة هذه تكون في الطلحة وتكون في السمرة وتكون في السلمة، والسلمة هي التي نسميها في اللهجة الحسانية التمات، لكن برمة السلمة تكون صفراء أصفر من هذه وأطيب رائحة، ونحن نسميها في اللهجة الحسانية تيدشمة. طبعا الطلحة وشبيهتها السمرة والسلمة كلهن من الأشجار التي تسمت بها العرب، فتجد الرجل يسمى طلحة ويسمى سلمة ويسمى سمرة. الآن بعدما احتطبنا سنوقد النار.